بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. حلقة جديدة كما تعودنا معكم، وبرنامج حوار مفتوح. مصر وأفريقيا. مصر القلب النابض للقارة السمراء، عادت إلينا وعدنا إليها. ده موضوع حلقتنا النهاردة، وبنتشرف ان يكون معانا ومعاكم سياده العميد دكتور خالد فهمي عبد التواب، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجيه للقوات المسلحه. اهلا وسهلا بحضرتك سياده العميد. اهلا بحضرتك فندم. اهلا بحضرتك فندم، سعداء بلقاء حضرتك وشرف كبير تشريف حضرتك لينا النهارده في البرنامج. انا اسعد يا فندم، رب يخليك. في البدايه يا فندم، يعني مصر زي ما بدانا هي القلب النابض لافريقيا. سندت كتير مصر كل حركات التحرر داخل القارة السمراء. أعتقد لا ينكر أحد فضلها على قارة أفريقيا. في الوقت نفسه مصر من المفترض أن أفريقيا هي العمق الاستراتيجي لمصر. إلى أي مدى تعتبر القارة السمراء عمقا استراتيجيا لمصر، مع توضيح بسيط لمفهوم العمق الاستراتيجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل التقدير والشكر لحضرتك ولأسرة البرنامج، وبنقول للشعب المصري كل سنة وانتم طيبين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. في الحقيقة اليومين الماضيين كانوا احتفالات، يمكن كان أول من أمس كان يوم الشهيد. مصر فعلا زي ما حضرتك قلت هي الامتداد لأفريقيا، وأفريقيا هي الامتداد لمصر. في علاقات ممتدة ما بين مصر وما بين الدول الأفريقية على مدار التاريخ. مصر يمكن قديما بتربطها روابط تاريخية وروابط يعني روابط دم مع معظم دول القارة الأفريقية. مصر استطاعت خلال الفترات السابقة ان هي تكون لها ذراع في القارة الأفريقية من خلال الدعم المستمر في مختلف القضايا اللي مرت بها القارة الأفريقية، وده ما يخفاش على حد، لا القاسي ولا الداني ينكر هذا الدعم اللي مصر قدمته للقارة الأفريقية، باعتبار ان زي ما حضرتك قلت ان أفريقيا هي عمق لمصر. مصر هي الحارس الأمين لقارة أفريقيا في الاتجاه الاستراتيجي الشمال الشرقي. مصر قدرت ان هي تقدم العديد من التضحيات للزودة عن القارة الأفريقية. أي حد أو أي عدو كان بيحاول يخترق القارة الأفريقية كان بيمر من مصر، لكن مصر كان بتقف دائما بالمرصاد لكل من يريد أن يهاجم مصر أو أن يهاجم القارة الأفريقية أو ينال من ثرواتها. استطاعت مصر خلال العقود الماضية توفير الدعم للقارة الأفريقية من خلال المساندات في المحافل الدولية، يمكن في العصر الحديث مساندة حركات التحرر، وده يعني يمكن مصر أو من أولى الدول اللي نالت استقلالها في القارة الأفريقية، وساندت بعد كده الدول الأفريقية في الحصول على استقلالها. اقتصاديا يمكن كان في علاقات اقتصادية متميزة ما بين مصر وما بين دول القارة، وبالمثل كان في مساندة من القارة الأفريقية لمصر، وكان أقربهم وممكن تجلى هذا العمل أثناء حرب 73 لما قطعت الدول الأفريقية علاقتها بإسرائيل. فإذا كل من الطرفين سواء مصر أو قارة أفريقيا أو قارة أفريقيا ومصر امتداد للآخر، ومن هنا ده هو العمق الاستراتيجي لمصر بالنسبة لأفريقيا. تمام. هو فندم، يعني يمكن إذا تكلمنا عن القارة الأفريقية فمن باب أولى أن احنا نذكر الشقيقة والحليفة السودان، سواء شمال أو جنوب السودان. تقييم حضرتك لهذا التقارب المصري السوداني في الآونة الأخيرة، وخصوصا بعد عقد عدة اتفاقيات مع الجانب السوداني، وبعد زيارة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدولة السودان الشقيقة. يمكن احنا اتكلمنا في البداية عن علاقة أفريقيا بمصر وعلاقة مصر بأفريقيا. هنا بقى العلاقة بتزداد حميمية وعلاقات أخوة وصداقة ورباط أزلي. يمكن في وحدة وادي النيل بين مصر والسودان بشطريه،
في وحدة مصاهرة وعلاقات نسب بين الدولتين بين مصر والسودان، في جاليات جالية سودانية موجودة في مصر وفي جالية مصرية موجودة في السودان، في تبادل زراعي وتبادل تجاري بين مصر والسودان، في عمليات الربط بين مصر والسودان في عمليات التجارة وباقي مناحي التنمية الاقتصادية اللي موجودة. يمكن المساندة السودانية لمصر أيضا، ودي تجلت في إرسال لواء مشاة في حرب 73 كقوة احتياط للقوات المسلحة المصرية في حربها ضد العدو الصهيوني. كل ديت مظاهر من الدعم والمساندة لمصر والسودان. يمكن الأسبوع الماضي كان أسبوع مصر والسودان، يمكن كان في زخم كتير جدا في الزيارات، زيارات متبادلة على المستوى الرئاسي وعلى المستوى الوزاري، وكل بتوقيع بروتوكولات تعاون ما بين مصر والسودان في مجالات التعاون العسكري، في مجالات التدريب والاستشارات وتبادل المعلومات والبعثات التدريبية والمناورات العسكرية. ويمكن شفنا قبل كده عملية نصور النيل واحد وباقي التدريبات العسكرية اللي شاركت مصر مع السودان مع بعض الدول العربية. ده بيدل على متانة العلاقات بين مصر والسودان، الرباط المقدس بين مصر والسودان على مدار التاريخ. في علاقات، يعني يمكن علاقات خفية ما يعرفهاش الكثير من المصريين أو السودانيين، يمكن على في المستوى الثقافي والمستوى التعليمي ومستوى التدريب بين الدولتين. في تبادل كبير بين البعثات التدريبية في مجال التعليم، جامعة الخرطوم في القاهرة في الخرطوم وفرع من جامعة الخرطوم هنا في جامعة القاهرة، يبقى في مجال التعليم ونشر الثقافة والتوعية ده مجالات مهمة لمعرفة الآخر بشتى مجالاته العلمية والثقافية. هو حقيقة يعني ده انعكس في الشارع المصري حالة من الارتياح العام لهذا التقارب، ودي حقيقة. لو اتكلمنا فندم بشكل أوسع شوية عن دور الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي في موضوع يجرنا الحديث إليه بشكل تلقائي، وهو موضوع سد النهضة، هل حضرتك شايف أنه كان يجب على الدول الإفريقية أن يكون لها دور فاعل بشكل أكبر في تلك الأزمة بين مصر وأثيوبيا؟ يعني هل حضرتك شايف أن أداء الدول الإفريقية في هذا الشأن مرضي إلى حد ما؟ والله هو طبعا زي ما حضرتك بتقول، يمكن كان الدور الأفريقي إلى حد ما، بعض الدول قدمت يعني دور الوساطة وعرضت دور الوساطة ما بين مصر والسودان وإثيوبيا، لكن لم تفلح هذه الجهود. الاتحاد الأفريقي كآلية يمكن ما عندوش آليات ضغط كبيرة على حاله كحال أي تجمع، يعني التجمعات كلها سواء جامعة الدول العربية أو أي تجمعات أخرى ما بيبقاش عندهم السلطة التنفيذية على أي دول، قراراتها بتبقى مش ملزمة للدول الأعضاء، يعني ما بتمتلكش قدر كافي من النفاذ للسلطات لإنفاذ الفعاليات بتاعتها أو القرارات بتاعتها. فده من هنا يمكن خلى الدور إلى حد ما ضعيف، لكن بنأمل إن شاء الله في المستقبل أن يكون في دور أكبر لباقي الدول الأفريقية في عمليات الوساطة وإنهاء هذه المشكلة. يمكن مصر بتتبع الدبلوماسية ودور المفاوضات. على فكرة المفاوضات بيطول أمدها، ومن الصعب جدا أن أنت توصل لتتفاوض مع حد وتوصل لكل ما تريده والطرف الآخر أيضا من في عملية التفاوض، لكن مصر بما تمتلكه من خبرات وبما تمتلكه من أسانيد وحجج بتستطيع أن هي تصل
تحقيق ما تصبو إليه. يمكن وقت أمد المفاوضات طويل شوية، يمكن فيه تعنت أيضا من الجانب الآخر، يمكن في بعض الدول ما مارستش زي ما حضرتك قلت بعض الضغوط على الجانب الإثيوبي لتفعيل الاتفاقيات وتفعيل منظومة الأنهار الدولية، لكن بنأمل إن شاء الله أن في القريب العاجل نصل لحل يرضي الأطراف الثلاثة وإيجاد حلول منصفة للأطراف الثلاثة والاستخدام بالاستخدام العادل لمياه النيل دون الإضرار لمصلحة أي طرف من الأطراف الثلاثة وبما يلبي حقه في التنمية الموجودة. مصر مش ضد أي طرف يعني عايز يعمل تنمية في الدولة بتاعته أو عايز يعمل تنمية في المحيط الداخلي بتاعه، لكن ضد الإضرار بمصلحة الطرف الآخر، وهو ده اللي مصر بتؤكد عليه في المحافل الدولية كلها، وبنمد إيد العون والمساعدة لجميع الدول الأفريقية في شتى القضايا بحيث أن احنا نوصل في الآخر لحل يرضي الأطراف الثلاثة بإذن الله. والله مؤكد، بس هو احنا يعني لا يخفى على حضراتكم أن الشارع المصري هناك قلق من أن طول أمد المفاوضات والتسويف الإثيوبي بيترتب عليه أو قد يترتب عليه مزيد من التعقيد على الأرض، فده حقيقة يشغل الشارع المصري. مصر تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، حقوقنا في مياه النيل ثابتة وأبدية، ولا يمكن أبدا أن مصر لا تتهاون فيها ولا تتنازل عنها يعني. ولكن احنا بنأمل أن تنجح الطرق الدبلوماسية وأن لا يتجه الموقف إلى مزيد من التصعيد. الدول الأفريقية جماعها احنا بالتأكيد مصر بتعتز بيها وجميعهم أشقاء. وده معلش هيودينا لسؤال، إلى أي مدى تستشعر حضرتك أن مصر أصبحت الآن أو عادت إلى الريادة في القارة الأفريقية، وخصوصا أن أفريقيا بالفعل تحتاج إلى مد يد العون وفي نفس الوقت الاستفادة من السوق الإفريقي، وده قد يكون هناك جانب اقتصادي فالتمس له العذر إذا أنا عارف أنه قد يكون بعيد عن التخصص بتاع معاليك، ولكن بشكل عام يعني نسمع رأي حضرتك. أنا بس أرجع بس للسؤال السابق استكمالا لي أن مصر ما بتسيبش حقها، ويمكن دوت ظهر في المفاوضات بتاع الطابة، وإحنا تفاوضنا مع الجانب الإسرائيلي اللي أشد تعنتا وأشد تزييف للحقائق، واستطعنا يعني بما تمتلكه مصر من حنكة دبلوماسية وأسانيد قانونية أنها تحصل على حقوقها كاملة واسترداد الأرض. فإن شاء الله في أمل كبير في ظل القيادة السياسية أن مصر لن تضار بإذن الله إن شاء الله. نرجع للسؤال اللي حضرتها ريادة مصر للقارة الأفريقية. يمكن موضوع الريادة دوت ما بيجيش من فراغ، يمكن مصر كان في العصر الحديث كان ليها زي ما سبق واتكلمنا ليها دور كبير في القارة الأفريقية، مساندة حركات التحرر في عملية التبادل التجاري، عملية التبادل الثقافي، المشاركة في البنية التحتية في العديد من الدول الأفريقية، ثم انقطعت هذه العلاقة فترة كطبيعة أي علاقة ما بين دولة وأخرى بتمر بعلاقات من النمو والازدهار ثم خفوت ثم بترجع مرة أخرى للازدهار. في التاريخ المعاصر استطاعت مصر بالقيادة السياسية الحكيمة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هي توجه مصر في الاتجاه السليم وتعود مرة أخرى للقارة الأفريقية لتحقق طفرة غير مسبوقة في العلاقات المصرية الأفريقية. استطاعت مصر أن هي تبني الدولة من الداخل وترجع مصر مرة أخرى لحضن القارة الأفريقية والقارة الأفريقية لمصر من خلال في المجال السياسي. يمكن كان في العديد من الزيارات على المستوى الرئاسي للقارة الأفريقية، وعادنا العلاقات بين مصر والدول الأفريقية على المستوى السياسي، والأدل على ذلك الاستقبال الحافل اللي كان بيستقبل به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحافل الدولية والإقليمية.
ونتج عن ذلك رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن في القارة الأفريقية. في المجال الاقتصادي يمكن كان في العديد من مشروعات التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، واستطاعت مصر تحقيق مشروعات تنموية كبيرة في مجال البنية التحتية، بناء شق طرق، تحلية مياه، تنقية مياه الشرب لبعض الدول، حفر أبار، بناء بعض المستشفيات. يمكن في مجال الصحة كان الزيارات المكوكية لوزارة الصحة والعلاج من فيروس سي، الأطقم الطبية اللي قدرت مصر أنها توفرها للعديد من الدول الأفريقية، المساعدات اللي تم تقديمها لجميع الدول الأفريقية في المنح في الفيضانات والأحوال السيئة. العلاج من فيروس سي، يمكن مليون مواطن من فيروس سي في دول حوض النيل. في مجال التعليم والتدريب والصحة بشكل عام، استطاعت مصر أن هي ترسل المزيد من البعثات التدريبية لتدريب بعض الأطقم اللي موجودة في بعض الدول الأفريقية، وأيضا استقبال المزيد من البعثات والمنح لتدريب الطلاب الأفارقة في مصر. يمكن كان فيه في جامعة القاهرة في كلية الدراسات الأفريقية مشروع تدريب 1000 قائد أفريقي. كل ديت مشروعات تنموية وبتسهم لوضع بصمة جديدة لمصر في القارة الأفريقية. وشفنا المردود دوت يمكن من الزيارات ديت في انعكس من خلال بيغلف الكلام ده كله من الناحية الأمنية، لما مصر استطاعت انها تتصدى للإرهاب نيابة عن العالم وتصدر تجربتها للدول الأفريقية وتدريب بعض العناصر الأمنية والشرطية في مجال مكافحة الإرهاب. ده حقيقي. طب هنستأذن معليك في مداخلة معنا. تفضل. ألو. دوابة من أفغان. ألو. دوابة من أفغان. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أولا أنا بهني الأمة الإسلامية بمناسبة الإسراء والمعراج، مناسبة العظيمة، وبحيي كل أم شهيد وأب شهيد وزوجة شهيد وأبناء شهيد. قدموا المصر دماء أبنائهم، عطرت البلد وكانت هي حمل لبلدنا. وربنا يجعل كل المعمرين في مصر وكل حماة مصر وكل شهداء مصر، ربنا يجعل لهم يا رب مكانة في الدنيا وفي الآخر إن شاء الله. والله يا فندم أنا سعيد جدا باتصال حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة. متشكر جدا يا فندم. شكرا. متشكر جدا. شكرا. تهنئة في محلها سيادة العميد. أهلنا الطيبين في أسوان، وأسوان معناها بقى أن احنا اتجهنا إلى قريب من القارة الأفريقية ناحية أهلنا الحقيم بالفعل. يعني اتفضل يا فندم. عايز أشير لحاجة. يا ترى الصراعات داخل القارة، هناك بؤر لبعض الصراعات العسكرية أثرت بشكل سلبي على تقدم القارة الأفريقية، وهل هناك رؤية لتجنب هذه الصراعات وحل تلك المشكلات لتحقيق التقدم والنمو والازدهار والأمان الفعلي لأبناء القارة الأفريقية؟ يمكن أحد أسباب الصراعات المستعمر الأجنبي لما ترك القارة الأفريقية، تركها ويقسمها من جديد طبقا لأهوائه وطبقا لأهدافه وطبقا لمصالحه. فلما خريطة الحدود اللي موجودة لم تراعي ما كان عليه قبل الاستعمار، لذلك كنت بتلاقي باستمرار في المناطق الحدودية بين الدول مشكلات ونزاعات باستمرار. ده ناتج عن وده طبيعه الحدود في العالم كله، في امتداد قبلي ما بين الدول الجوار بينها وبين بعض. وكان في القديم كان في حريه التنقل وحريه الحركه ما بين القبائل وبعضها والكلام ده كله، لكن لما وضعت الحدود الاستعماريه وارتضت بها الدول الافريقيه على هذا الوضع، كان في زي ما قلنا الامتداد القبلي دوت، فمنعت بعض القبائل من التواصل وعملية الزيارات اللي كانت قبل كده.
نتج عن ذلك بعض الصراعات وتجدد الاشتباكات على مناطق نفوذ ومناطق ثروات ومناطق يعني كانت بتسيطر عليها قبيلة بشكل أو بآخر، فبينتج عنها هذه الصراعات، إضافة لتأجيج هذه الصراعات بشكل أو بآخر من عنصر خارجي قد يكون مستفيد من اندلاع هذه الصراعات مرة أخرى وتأجيج المنطقة بشكل أو بآخر. لكن القائد الأفريقي والمواطن الأفريقي أيقن تماما لهذه المشكلات وأيقن للتمثيلية التي تحاك للمواطن الأفريقي لوضعه باستمرار في حالة من الصراعات ووضعه باستمرار في حالة من عدم الاستقرار لعدم تمكنه من الاستفادة من ثروات القارة. القارة الأفريقية قارة بكر، قارة تمتلك العديد من الموارد، العديد من الثروات الزراعية والتعدينية، وبالتالي فجت هنا فكرة القادة الأفريقية أن هم يجتمعوا لوضع أجندة تنموية لقارة أفريقيا 2063، من ضمنها أو بتنص أحد بنودها على قارة أفريقية تنعم بالاستقرار، قارة مزدهرة، نحل المشكلات الأفريقية بواسطة القادة الأفارقة بدون تدخلات خارجية، وهو دوت اللي بتسعى عليه الحكومات الأفريقية المتعاقبة من خلال الاتحاد الأفريقي. ويمكن مصر قدمت خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي نموذج لحل المشكلات ومبادرة إسكات البنادق في عام 2020، في عام 21 برئاسة الكونغو شعار الدورة أو شعار عام 21 الفن والتاريخ والثقافة أعمدة بناء أفريقيا التي نريدها. فإذا في قواعد تم إرسائها للقارة الأفريقية، المواطن الأفريقي أدرك هذا الكلام، أنا المواطن الأفريقي أن ينعم بالاستقرار وينعم بالهدوء وينعم بثروات القارة التي نهبت منه في السابق. فهنا عملية الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية دي أحد السبل لإسكات البنادق وحل النزاعات وحل الصراعات بالطرق السلمية دون تدخل أي أطراف خارجية من الخارج قد تعوق مسيرة التقدم في القارة وقد تزيد من حدة الصراعات بشكل أو بآخر مرة أخرى ونعيد القارة وتؤجج الصراعات مرة أخرى، بالإضافة لدعم العناصر الإرهابية والعناصر المتطرفة في القارة. كل دوت سبل لدعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وإن شاء الله مصر تكون ليها اليد العليا وتستطيع أن هي تقدم المزيد للقارة الأفريقية لتنعم القارة إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله يا فندم. معالي اللواء دكتور خالد فهمي، سعداء جدا بلقاء حضرتك. والله عارف ان احنا لسه ما تكلمناش، ولكن مع الاسف وقت الحلقه خلص. ان شاء الله نتمنى مزيد من اللقاءات مع حضرتك ان شاء الله للاستفاده من تلك المعلومات القيمه. كل امنياتنا لمصر وللقاره الافريقيه بتحقيق مزيد من التقدم والتقارب. اعزائي المشاهدين، اشكركم لحسن الاستماع. موعدنا ان شاء الله المتجدد يوم الخميس القادم في نفس ذات الموعد، وبرنامج حوار مفتوح مع الزميلة شيرين حمدي. دمتم في رعاية الله وأمنه.